وين غاب أبو يوسف ورفيقه بدون ما يخبرني؟ ليكون صار له شيء؟ غلي قلبي عليه وعلى هذا البغل يلي معه. لا لا لا، ما رح أهدى ولا أرتاح قبل ما أعرف وين راحوا هالمقصوفين الرقبة. لوين بدي روح؟ ما في غيره، مختار حارة الماوي. لا لا لا، سلامته، ما على قلبه شر. الله يسلمك عمي. عمي معتز، احكي لي شو قررتوا بالمهله اللي حددوا لكم اياها؟ والله يا عمي ابو سياح، نوينا نترك الحاره وناخذ معنا هالكم فرنساوي اللي عندنا بالحاره. عين العال عمي، عين العال، بري عليكم، لانه هدول مو مسميين بالرحمن، والعين ما بتقاوم المخرز. يعني معقوله يضربوا الحاره بالمدفعيه مختار؟ ايه معقوله يا ابو فارس، واحسن لهم ما يكونوا بالحاره. مختار، وشو اللي بيضمن لنا انه اذا فاتوا على الحاره وما لقوا فيها حدا انه ما يضربوا؟ بهيك حاله ما بيقدروا يعملوا شيء، لانه مو معقوله يقصفوا الحاره فوق رز الحريم والعجز والاطفال. انا رح ابلغ ابو حسن بالموضوع مشان لما تقرروا التنفيذ نأملكم الطريق. ابو عبدو شو فين؟ يلا صياحه. طب هي ام جوزيف. مين ام جوزيف عمي؟ قرايبته لابو يوسف الفلسطيني. تفضلي خالتي، تفضلي. بلا هاي خالتي، ما بحبك. خالتي وخالتي. امرك خانم. عوافي يا جماعة. اهلين يوسف. اهلين اهلين خالتي ام جوزيف. يو، انت هون ولا؟ لك 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 لك. ايه هون هون. تفضلي استريحي ام جوزيف، تفضلي. ايه بستريح، ليش لحتى ما استريح؟ بس بالاول اعطوني شيء بارد، بدي بدريقي. ابو عبدو روح جيب سطل عرقسوس بارد. اوام. ايه يلا على عيني. امريني يا اختي. ما يمر عليك ظالم، هذا يا سيدي من كم يوم كان عندي ابن ابن اختي الياس ورفيقه اسمه ابو احمد. بري عليك ابو احمد، وفجاه انشقت الارض وبلعتهم وما عاد عرفت عنهم شيء. طمني خالتي، الشباب عم دمنا بالحارة. بحارة الضبا؟ ايه بحارتنا. يا عذرة، وشلون فاتوا؟ قدرت تحدد موقع رصاصة؟ من خلال موضع الألم. بس بهيك حالة معناتها العملية خطر عليها حكيم. بس الخطر الأكبر إذا ما عملنا العملية، لهيك لازم نعملها ونتكل على رب العالمين. بس شو؟ لازم نعمل محضر بالكركون. محضر بالكركون؟ بخصوص شو؟ بخصوص المريض. ما بدنا نعرف مين جايته الطلقة، مين مقوس عليه. حكيم جورج، هذا الشاب من حارتنا، يعني من حارة الضبع، ومثل ما بتعرف حارة الضبع محاصرة، وخاطر مصاوب من يوم ما صارت المعركة بين الرجال وبين الدرك. فهمت عليك، المحضر رح يسبب مشكلة للمريض. يا حكيم، مو بس للمريض، وقلنا كلياتنا بدهم يصيروا يسألونا شلون طلعنا من الحارة وشلون فتنا وهي محاصرة. ماشي يا ابني يا حمزة، انت كنت طالب نجيب عندي، كرمالك رح اخفي الموضوع، بس اي تطورات بتصير أنا؟ طمن حكيم، نحن ما بنقبل نحملك مسؤولية أبداً. قبل ما نمشي كيف نروح على المستشفى؟ بالترامواي شلون بنروح؟ شباب، أنتوا سبقوني، أنا عندي شغلة ضرورية ولاحق. خير معتز؟ خلص عملكم سبقوني وبروح. لك شو بخير؟ لا تهك الهم، امشي لقلك امشي. وين وين أبو الشباب؟ خير خالتي أم جوزيف، عم تندهي علي أنا؟ إيه عليك، لك أنا على هالبرميل اللي معاه. الله يسامحك يا أم جوزيف، أنا برميك. مريني خالتي بجوزيف. وين مقلوعين انت وياه؟ راجعين على الحارة؟ لا والله، رايحين على المستشفى نزور ابن حماي خاطي. ايه وانا كمان بدي زوره. يلا خذوني معكم، امشوا امشوا. وليش بدك العباية والحطة والعقال؟ عاوزهم ضروري عمي، معيتك. ايه ماشي. ابو عبدو روح لعندي على البيت وامل له اللي بده اياه وبترجع لهون بسرعة. ايه لعيونك مختار، شرف ابو ضاي. مرحبا يا اخوي. اهلين مرحبتين. موجودة هون؟ ايه موجود، مين قال له؟ قل له واحد صاحبه، رفيقه يعني. ايه استنى هون. سيدي في واحد عم يقول انه صاحبك بده يشوفك. صاحبي انا؟ شو اسمه؟ لا يا ابو جودت، الحين ما عاد عرفتني؟ روح لك، انقلع وسكر الباب، لا تخلي حدا يفوته ابدا. حاضر يا سيدي، احترامي.
ري عليك يا ابو جودة، صاير عم تعرف مصلحتك منيح. شو قصد معتز؟ لا تجن، بوس ايدك لا تعوز. قسما برب العزة، اذا بتهود ناحيته العصام او بيصير له شي كاين، حياتك وحياة عيلتك مقابيل شعرة من شعرات راسه، ونحن منعرف انت وين ساكن وبأي زقاق. فهمت؟ فهمت فهمت. وحياة معزتك قمتكم من بالي، وان مسحت ذاكرتي مسح. ما عاد معتز، شو بدي سوي؟ شلون بدي يخلص منه؟ لك يخرب بيته طول مخاوي، ولا هو الجني ذات نفسه؟ اذا حاطه الضبع كلها محاوطه بالعسكر الفرنسي، شلون عم يقدر يهرب ويجي عندي؟ والله والله ما بيشتفى قلبي لحتى اخلص منك يا واطي يا معتز. ليش هيك سويت لك ابو العز؟ ولك ليش هيك سويت؟ لك شو هالغشمانية تبعك؟ اركدا اشتلق ابو جودة على العناية اللي عم نطلع منها؟ هيك بجوز خربها على اهل الحارة كلياتهم. ولك شو هالعملة هي؟ شو هالعملة هي؟ اخ اخ اخ. طمن، العملية رح تنجح والمريض ما رح يصير له شيء. يلا يبشرك بالخير خالتي جوزيف. الله يبشرك بالخير خالتي جوزيف. شايفك متأكدة انه العملية رح تنجح والمريض رح يطيب؟ ايه، لاني ما لي شم ريحة موت هون. ريحة موت؟ ليش الموت له ريحة؟ لكان وما حدا بيقدر يشمها غيري. شو حكيم؟ طمنا. طمنا حكيم. شو حكيم؟ شو اخبار خاطر؟ اطمنوا، العملية نجحت. الحمد لله. بس بالخير. الحمد لله يا حكيم. وينو خاطر؟ جوا. يلا تعال. يو قلت لك انا اتضايق ام جوزيف، وفي عندي ولاده جوا ولازم شقى عليها. شو نسيت؟ كم مره بدي احكي؟ إيه ما كانت هالولاده بقت اولاد وتريحنا. يا ام جوزيف انت هيك عم تحرجيني كثير. ليش عم بحرجك؟ هي رزقتي، رزقتي يا اخي، رزقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. فوتي، امري لله. بدك تطولي جوا؟ شو بيعرفني امتى بينزل المولود؟ وينك يا ابني؟ يا ابني خير؟ خير يا خالتي. منين بدي روح على بيت ابو خاطر النحاس؟ العفو منك، شو بدك بيت ابو خاطر؟ بدي بشرهم انه خاطر عمل عمليه ونجحت. عن حقها؟ ايه؟ الله يبشرك بالخير خالتي. بيت ابو خاطر بتفوتي من هون على اليمين دخلت الجامع، اول صقع ايدك اليمين، بعد منها رابع بيت على الشمال. كتر خيرك. وخيرك يا ستي. ويبعث لك بنت الحلال يلي تسعدك وتسر خاطرك عن قريب. شي شو عرفها اني ماني متجوز؟ وشو عرفها بعملية خاطر؟ لك مين هاي؟ فتحي؟ فتحي؟ ايوه دير بالك. اللي عبدو، مين هاي الحرمة اللي فاتت هلا؟ هي ام جوزيف خالته لابو يوسف. اه معناته كلامها مزبوط. يا شو قالت لك؟ هلا بعدين بقول لك. روح. شي شلون بدي دق على بيت ابو خاطر مشان كذا؟ والله عيب. إلا مو عيب، حقي لازم اخذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا بلاها، الله بيعوضني. مرحبا اخي. عم تحكي معي يا خانم؟ لا، مع الحيطة اللي ورا. لك شو انت جد بولا؟ لا انا بدر. اي والنعم، وين بيت ابو خاطر النحاس؟ شحو هنيك، ايدك هاي اللي بتاكلي فيها. ها انت متجوز ولا؟ ايه انا جوز فوزية. ايه الا لفوزية مرتك بتقلك ام جوزيف تروحي دبلك على هجوازي. شو بتقلها؟ تروحي دبلكي على هالجوازي. خاطرك الله معي، الله يثبت علينا العقل والدين.
أو ناس ماشية عم تحكي مع حالها. الله يطمنك يا خالتي أم جوزيف. يعني هلأ خاطر بخير؟ صدقيني يا حبيبتي، ما أجيت من عنده لعندكم إلا بعد ما سألت الحكيم عليه وطمني عنه. تسمحي لي بوسك على هالخبرية؟ بوسك العافية حبيبتي. رح خبر أبي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. خالتي أم جوزيف، شفتي لي معتز وسهر رياض؟ بلا شفتهم. هلأ رياض بيكون سهرة؟ ايه، بيكون جوز أختي زهرة اللي هلأ شفتيها وبعثتك من شوي. والنعم. ومعتز دخلك، هذا اللي شايف حاله كتير، بيكون جوزي؟ لا هو مو جوزي، بس يعني نحن مقرية فاتحتنا. مبروك، انت بتستاهلي كل خير. انا حسيت هالمعتزة جدع وقبضاي، صحيح مأنزع مثل الديك بس طلته حلوة الدرصان. أعمال التمام. الله يسلمك يا رب. اي والله والله بتستاهلي احلى كاسة ما ورد على هالخبرية. لا دخيلك لا تعملي شيء، بدي روح زور امزكي شوي واسأل عن قرايبي ورفيقه، هن انغربوا وفاتوا على الحارة من كم يوم. والقرآن والرحمن ما بتروحي قبل ما تشربي شيء، علمها اللي يرتاحي من مشوار الطريق. خلاص رح بقعد مزالك حلفتي. اهلا وسهلا. بالمهلي حبيبتي. ذكرتني بصغرتي وصغرت بنتي. يا عليهم البنات شو حلوين وهن صغار، وشو بيحرقوا القلب وهن كبار على قد ما بيتاكل حقهم. لكن الرجال بالع كل شيء. ليش؟ قال لأنه له شوارع والحرب مالا. مرحبا شوارع. الحمد لله الحمد لله، هلا ريحتيني شوي. الله يريحك يا بنتي. الحمد لله. اخ لو بيروم وروح لعنده. لا تاكل هم يا بي، خليك مرتاح. معتز ورياض ما رح يرجعوا على الحاره لحتى يطمنوا عليه. الله يقويهم ويعطيهم العافيه. بتعرفي لك زهره، انا كثير مبسوط من اسرتي. رياض شب شغيل وقبضاي ويقدر الواحد يعتمد عليه ويأمنه على روحه، واعتز شرحه. الله يتمم بخير ونكتب كتابه هو وخيرية ونفرح فيه.